فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو نوى المسلم بلبسه للجوربين مخالفة أهل البدع، فهل يقال إن هذا الفعل من السنة؟ لا، لا يلبسهما إلا للحاجة، إذا احتاج إليهما يلبسهما، إذا لم يحتاج إليهما لا يلبسهما لأي غرض. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.